السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مس أسماء على قناة ساينس ويز مس أسماء. حبايبي student of primary 6، أهلا بيك يا حبايبي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ناخد unit 2 lesson 1 the electric clamps part 1. الليسون ده هيكون على 2 parts، منساش نعمل subscribe ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا part 2. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الدرس الإلكتريك لامب أو الإيه، المصباح الكهربائي. وإيه هو المصباح الكهربائي؟ هي اللمبة اللي بتنور، اللي بحطها بوصلها بالكهرباء فبتديني لايت، يعني اللي بيتم فيها إن الإلكتريك إنرجي، الطاقة الكهربائية اللي هي جاية من الكهرباء، تتحول للايت إنرجي، لطاقة ضوئية تنور لي المكان اللي أنا فيه. أنا عارف إن مصدر الضوء الرئيسي الموجود على سطح الأرض هو الشمس، يبقى the sun is the main source of light، صح؟ الشمس هي مصدر الضوء الرئيسي على سطح الأرض. The sun is the main source of light. طيب في الأولد سنتشريز، في القرون القديمة، بدأوا الناس إيه؟ يحاولوا يدوروا على حاجة تنور لهم بالليل، فعرفوا الفاير، عرفوا النار، وبعد كده بدأوا ياخدوا من الفاير دي يعملوا كاندلز، بقت الكاندلز بتنور لهم بالليل، وبعد كده عملوا حاجة اسمها الأويل لامب أو اللمبة اللي هي بالزيت أو الكيروسين لامب. يبقى هم عملوا الفاير تورش وعملوا الكاندلز وعمل الأويل لامب والإيه؟ وكمان الكيروسين لامب. دي كده كارتفيشال لايت سورسز، كمصادر ضوء صناعيه صنعها الانسان عشان يقدر ينور بالليل، لان بالنهار الشمس موجوده منوره بس بالليل محتاج اضاءه. ففكر، عمل الفاير تورشز، عمل الكاندلز، عمل الاويل لامبس. بعد كده، بعد اكتشاف بقى الالكتريستي، لما الانسان اكتشف الالكتريستي بدا يستخدم الكهرباء دي ويفكر ان هو ازاي يحول الالكتريستي للايت انرجي، يحول الالكتريك انرجي للايت انرجي. فعمل ايه؟ اللمبة الكهربائية. عشان اللمبة الكهربائية بتفرق عن الكاندلز وعن الفاير تورشز وعن الاويل لامبز، انها الضوء بتاعها بيكون صافي وساطع وما فيهوش اي دخان، وكمان ما فيهوش لا رائحة ولا بخار. Electric lamp represent a constant source of light that is clear, bright and free from smoke, vapor and odor. يبقى هو الالكتريك لامب represent a constant source of light، مصدر ثابت للضوء، that is clear، نظيف، bright، ناصع او لامع، and free from smoke, vapor and odor، وخالي من الدخان والبخار والرائحة. تمام. لما نيجي بقى نتكلم على الالكتريك لامب بالتفصيل، اول حاجة كده هنعرف يعني ايه الالكتريك لامب. ايه هو تعريف الالكتريك لامب؟ قال لنا الالكتريك لامب they are tools that convert the electric energy into light energy. They are tools that convert the electric energy light energy. بدخل لها كهرباء تطلع لي ايه؟ ضوء. انواع الالكتريك لامبز عندي two most popular types، نوعين مشهورين جدا، اللي هم اللايت بولب، المصباح الكهربائي العادي، والايه، الفلوريسنت لامب، اللمبه الفلوريسنت. يبقى عندي اللايت بولب والفلوريسنت لامب. اول حاجه اللايت بولب. اللايت بولب مين اللي اكتشفها؟ اللي اكتشفها العالم الامريكي توماس الفا اديسون. مين مخترع اللايت بولب؟ اللي هو مخترع اللايت بولب هو توماس الفا اديسون، از امريكان انفرتر هو انفنتد ذا لايت بولب. Who invented the light bulb؟ يبقى هو توماس اديسون هو اللي اخترع اللايت بولب او المصباح الكهربائي اللي انا بشوفه دلوقتي. طيب بستخدم ايه اللايت بولب في ايه؟ ايه تاني اللايت بولب دي؟ بستخدمها في اللايتنينج للهاوس، كور لايتس، في التورشز. طيب لما اجي اتكلم على الستراكشر اوف لايت بولب، انا هجيب لايت بولب وابدا اعمل له اكزامينيشن وافحصه كده واتفرج عليه، هلاقيه اول حاجه بيتكون من جلاس بولب. ايه جلاس؟ ايه جلاس بولب او انتفاخ زجاجي. تمام، جوه الانتفاخ الزجاجي ده والجوه في حاجه كده فيلمنت رفيع كده، شريط من التنجستن فيلمنت، وعندي هنا كمان سلكين، واحد من النحاس والتاني من الرصاص، يبقى كوبر اند ليد واير. يبقى انا عندي كوبر اند ليد وايرز، تنجستن فيلمنت، وعندي جلاس بولب. دول كلهم ثابتين على ايه؟ على البيز بتاعه اللايت بولب، الايه البيز بتاعته، القاعده بتاعته ثابته على قاعده حته معدنيه، هي اللي هي البيز اوف ذا لايت بولب. وفي اخر البيز اوف ذا لايت بولب في ايه؟ في ابيس اوف ليد، قطعه من الايه؟ من الرصاص. يبقى هو كونسيست اوف بيس اوف ليد، بيز اوف ذا لايت بولب، تنجستن فيلمنت،
كوبر اند ليد وايرز جلاس بالب. وجوه الجلاس بالب ده فيه غاز اسمه الارجون غاز، غاز كده حاطينه جواه اسمه غاز الارجون. طيب يبقى بيتكون من ثلاث اشياء رئيسيه، هي الفيلمنت والجلاس بالب والبيز اوف ذا لايت بالب. يبقى القاعده بتاعته والانتفاخ الزجاجي والشريط اللي هو الايه، الشريط بتاع التنجستين دوت، تمام، او فتيله الايه التنجستين، تمام. يبقى الفيلمنت الجلاس بالب البيز اوف ذا لايت بالب. طب اول حاجه هبدا اتكلم عنها هي ذا فيلمنت. الفيلمنت اللي هو التنجستين فيلمنت ده هو عباره عن كويلد ثين واير، سلك رفيع جدا ملفوف حوالين نفسه، مصنوع من ماده اسمها التنجستين. يبقى اتس ا كويلد ثين واير ذاتس ميد اوف تنجستين، بيتوصل بالليد والكبر واير. يبقى ايه هو ايه؟ متصل بالاثنين، كونكتد تو ذا ليد اند ذا كبر واير زي ما انا شايف كده، والليد والكبر واير دول متصلين بالبيز بتاعه الايه اوف ذا لامب. يبقى التنجستين او الفيلمنت ده عباره عن ايه؟ عن كويلد ثين واير ذاتس ميد اوف تنجستين and connected to the copper and lead wire، متصل بالكبر والليد وايرز، which connected to the base of the lamp، متصلين بالبيز اوف ذا لامب. طب يا ترى الفيلمنت ليه مصنوع من التنجستين؟ ليه ما صنعوهوش من اي ماده ثانيه؟ اشمعنى التنجستين بالتحديد؟ عشان ليه هاي ميلتنج بوينت، وكمان بيمنع انصهار الفيلمنت اثناء ارتفاع درجه حراره اللمبه. يبقى عشان عنده درجه انصهار عاليه، فعشان كده الفيلمنت ده مش هيحصل له ميلتنج اثناء ارتفاع درجه حراره اللامب بتاعتي. يبقى because it has a high melting point that prevent the melting of the filament at high temperature. لما اجي اقول ايه هي بقى الفانكشن بتاعت الفيلمنت، الفكره كلها ان لما الكهرباء بتمر فيه بيحصل له ايه؟ هو بيسخن جدا وبيطلع لي ضوء لما الكهرباء بتمر فيه. It heats up and emits light when the electric current passes through it. Function of the copper and lead wire، يا ترى ايه فوظيفة الكبر والليد وايرز؟ دول اللي بيوصلوا الكهرباء من البيز للفيلمنت. يبقى they are allow electric current اللي هي الالكتريستي to pass from the base of the light to the tungsten. يبقى الفكرة كلها هما بيسمحوا بمرور الالكتريك كارنت او الايه الالكتريستي للايه للفيلمنت من الايه من البيز. يبقى they allow the electric current to pass from the base of the light bulb to the tungsten filament. طيب لما نيجي نتكلم بقى على تاني جزء مهم في المصباح بتاعي هو الجلاس بالب. لما اجي اتكلم على ذا جلاس بالب، من ايه؟ من ثين جلاس، من ازاز رفيع جدا، تمام. الفانكشنز بتاعته ان هو بيمنع الهواء يدخل للايه لللمبه عشان ما يطفيش التنجستين فيلمنت، تمام، عشان ما تتحرقش. كمان ان هو جواه ايه نوع مليان، ببقى حاطه جواه غاز اسمه الارجون غاز، وغاز الارجون ده غاز خامل جدا مهم جدا بدل الهواء. ليه؟ عشان ما ولا بيشتعل ولا بيساعد على الاشتعال، ما بيتحرقش ولا بيساعد على الحرائق، فعشان كده يحافظ على اللمبه بتاعتي تعيش مده طويله. يبقى الجلاس بالب از ميد اوف ثين جلاس، اتس فانكشن بتاعته it prevent air from reaching the filament to protect it from burning، عشان يحميها من الايه من الاحتراق. and it contains one type of inert gases as argon gas. بيبقى جواه argon gas اللي هو الانرت جاز ده. وايش معنى ليه الانرت جاز بدل الهواء؟ عشان هو inactive gas، غاز غير ناشط، as they don't burn and don't help in burning. don't burn and don't help in a in burning. يبقى ايه هي وظيفة الارجون غاز؟ لما اجي اخد كده the function of argon gas، it protect the filament from burning when it heats up and increase its lifetime. يبقى الفكرة كلها انه بيحمي الفيلمنت من الحرق لما بيشتعل، وكمان ايه بيزود عمر اللمبة بتاعتي. يبقى it protect the filament from burning when it heats up and increase ايه its lifetime. نتكلم على ثالث حاجه في اللايت بالب، هي البيز اوف ذا لايت بالب، القاعده بتاعه اللايت بالب. القاعده بتاعته اول حاجه واهميه اهم حاجه فيها انها بتحمل كل اجزاء اللمبه، تمام. تاني حاجه هي بتوصل اللمبه بالتيار الكهربائي. يبقى ليها تو فانكشنز البيز اوف ذا لايت بالب. اول حاجه it carries the light bulb in an upright position، بتبقى شايله كل حاجه كده في upright position، and it connected the light bulb to the electric current، وهي اللي بتوصل اللايت بالب بالايه بالالكتريك كارنت. عندي البيز، عندي تو تايب اوف بيزز، نوعين من القواعد او اللومات، عندي نوعين، يا اما تكون سبايرال بيز يا اما تو سايد نيل بيز.
سبايرال بيز. السبايرال بيز هي اللمبه الحلزونيه من تحت دي، وبتبقى فيها قطعه ليد بس موجوده في البيز بتاعتها، تمام؟ وزي ما انا شايف كده بتبقى ايه من عند القاعده كده عامله زي السبايرال شبه الحلزون كده، تمام؟ يبقى ايت هاز ا بيس اوف ليد تو كونكت ذا لامب تو ذا الكتريك سيركت، عندها بس قطعه من الليد في الاخر بتوصل اللمبه بالدايره الكهربائيه بتاعتي او بالكهرباء. انما التو سايد نيل بيز، التو سايد نيل بيز زي ما انا شايف كده هم عباره عن تو نيلز هنا موجودين، مسمارين موجودين في الجناب، ومن تحت عندها تو بيسز اوف ليد، جزئين من الرصاص وقطعتين من الرصاص دول عشان يوصلوا اللمبه بالالكتريك سيركت بتاعتي. يبقى it has two side nails and two pieces of lead to connect the lamp to the electric circuit، عشان يوصلوا اللامب بتاعتي بالالكتريك سيركت. دي كده كانت type of bases. عندي بقى type of bases. دلوقتي هبدأ اخد تاني اللي هو الفلوريسنت لامب او اللمبة الفلوريسنت. اللمبة الفلوريسنت بستخدمها في حاجات كتيرة جدا، زي مثلا lighting houses and office، في decorating commercial stores ان انا اعمل بيها decoration في المحلات التجارية، كمان في commercial advertisement في الاعلانات التجارية. يبقى في الاعلانات بستخدم فلوريسنت لامب، في ان انا بعمل ديكورات في المحلات او حاجة بستخدم فلوريسنت لامب، وممكن استخدمها في الايه في البيوت والمكاتب. طيب الاستراكشر بتاعها بتتكون من ايه؟ لو بصيت على الاستراكشر بتاعها فبلاقيها هي كده لونج تيوب طويلة جدا، عندها تو فيلمنت اوف تنجستن، فيها اتنين فيلمنت اوف تنجستن، والجلاس تيوب بتاعتي دي بتتصل بتو بوينت اوف كونكشن، فيها تو بوينت اوف ايه كونكشن. طيب التو فيلمنت اوف تنجستن موجودين ايه ان ذا تو سايدز، اي ار فاوند ات ذا تو تيبس اوف ذا لامب فروم انسايد من الداخل. يبقى هم موجودين ايه، they are found at the two tips of the lamp from inside من الداخل، and contain a two tungsten filament of tungsten، فيهم الفيلمنت بتاعهم من التنجستن. الجلاس تيوب بتاعتي دي برضو هي انبوبة مفرغة من الهواء، جواها ارجون جاز وميركوري فيبر. يبقى جواها حاجتين هنا بقى، الارجون جاز اللي هو الانرت جاز، ومعاه غبار كمان او بخار من الزئبق اللي هو الميركوري فيبر. يبقى ايه الجلاس تيوب مالها؟ It's a vacuumed glass tube contain inert argon gas and a little of mercury vapor، وكمية صغيرة من المركري فيبر. الانر سيرفيس بتاعها السطح الداخلي بتاعها مطلي بالايه فوسفوريك ماتيريال، مادة فسفورية. يبقى the inert surface of glass tube is covered with phosphoric material، تمام؟ مطلي بايه فوسفوريك ماتيريال، دي glass tube بتاعتي. لما اجي اقولها تاني هقول it's a vacuumed glass tube that contain inert argon gas and little mercury vapor. The inner surface of the glass tube is covered with phosphoric materials. طب لما اجي اخد بقى two points of connections اللي في الجنب دول، هم عباره عن نقطتين للاتصال اللامب بالايه بالالكتريك سيركت، والفانكشنز بتاعتهم connect the fluorescent lamp to the electricity، عشان يوصل الفلوريسنت لامب للايه بالالكتريستي. بنقول على الفلوريسنت لامب النيون لامب، وده يعني تعريف غلط، لان هي اللي جواها مش غاز النيون، ده جواها الارجون جاز، وده اسم غلط. في نوع من الفلوريسنت لامب اللي هي السبايرال لامب، والسبايرال لامب دي بتعيش فترات زمنيه اطول، لايف تايم بتاعها اكتر، وكمان بتوفر الايه الالكتريستي، وتوفر لي استهلاك الكهرباء. وبكده يبقى خلصنا الليسون بتاع النهارده، يا رب نكون استفدنا. ما ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس، واستنونا في بورت 2.